إذا الحكم عبد الرزاق اللوزي يشير لركلة جزاء وبطاقة صفراء لمحمود أبو عريضة. إذا نشاهد هذه الكرة مرة ثانية، هل كانت باليد؟ يعني الصورة فيها نوع من عدم الوضوح، لكن يا ريت نشوفها من زاوية أخرى. إذا ركلة جزاء لصالح فريق الوحدات، المنفذ سيكون على ما يبدو اللاعب رأفت علي. رأفت علي وتحدي كبير مع حارس المرمى محمد أبو خوصة. محمد أبو خوصة وتنفيذ ركلة جزاء لصالح فريق الوحدات، تحدي كبير. حارس المرمى كان بطل الشوط الأول، هل يستمر في بطولته أم يكون هناك تسجيل من ركلة جزاء لصالح فريق الوحدات؟ تحدي كبير ما بين محمد أبو خوصة ورأفت علي هداف الوحدات. رأفت علي وتنفيذ رأفت علي، رأفت علي والهدف الأول، الهدف الأول لصالح فريق الوحدات، يتقدم بهدف مقابل لا شيء، جاء بعد معاناة طويلة وجاء في الوقت بدل الضائع بمجريات الشوط الأول. التقدم عن طريق ركلة جزاء لصالح فريق الوحدات، ولمعلم معلم فريق الوحدات رأفت علي يتمكن، شاهد ببطن القدم اليمنى يحرز الهدف الأول بثقة بثقة. الحارس بزاوية والكرة تقريبا في زاوية أخرى، التقدم لصالح الوحدات بهدف مقابل لا شيء. هذا الهدف بالتأكيد سيرفع من مستوى المباراة، وسنشاهد أداء أكثر إثارة أكثر قوة من خلال الشوط الثاني من هذه المباراة. وهناك نعود لصالح فريق البقاء. إذن هناك هدف أول، والهدف رقم 14 في هذا الأسبوع. هناك المحاولة عن طريق اليسار بالنسبة لفريق البقاء، تعود مرة ثانية الوحدات بالجانب الأيمن. رأفت علي صاحب الهدف الأول لصالح فريقه. هناك